علي، ابدا معاك اليوم في مباراه، النتائج مباراه اليوم راح تظهر امامنا. اليوم التعاون يخسر امام ابها في القصيم 3-1، ضمك 1-1 مع الاتحاد في ابها، الفيحة خسر 3-0 امام الاتفاق، الخليج 2-1 خسر امام الفتح، النصر انتصر ب 4-1. علي، حبدا معاك في مباراه ضمك والاتحاد، متوقع كنتيجه وش الاسباب التعادل؟ تفضل علي. اعتقد امس توقعنا اكثر النقاد توقعوا ان المباراه راح تكون فيها تعادل بحكم مستوى الفريقين، الاسلوب الفريقين اللي يلعبوا فيه. المباراه اعتقد انها بعض الاحيان كانت ترتقي على المستوى العالي، وبعض الاحيان كانت محصورة على الوسط، والجانب التكتيكي طغى كثير على مجريات المباراة. دائما الاتحاد يفرض نفسه بعض الأحيان، ولكن أثبت نفس الشيء قوته في الكرات الثابتة اللي دائما يعتبر سلاح جدا قوي للاتحاد. ضمك أعتقد أن قدم مباراة كبيرة، قدر أنه يرجع للمباراة، قدر أنه بعض الأحيان يخلق فرص كان ممكن أنها تعمل فارق في المباراة ويحصل 3 نقاط.